الارتكاء. انظر الى اللقطات، انظر يطيه، متابعه مستحيل، متابعه مستحيل. يا رب نابولي يضرب اولا، كلهم يحملون السلاح، كلهم يحملون السلاح. سلام الله عليكم، تحية رياضية. موضوعنا لهذا الفيديو فريق نابولي الإيطالي. صراحة ظاهرة الموسم كروي، فريق يحقق نتائج أكثر من رائعة سواء في الدوري الإيطالي أو في عصبة الأبطال، وأتوقع له أن يصل إلى نهائي عصبة الأبطال. وبالنسبة للدوري الإيطالي فقد حسمه، وتبقى مسألة وقت فقط حيث يبتعد ب 19 نقطة عن أقرب منافسيه. إذن سيطرة كاملة لهذا الفريق الذي صراحة فريق مرعب وممتع في نفس الوقت بتسجيله لعدة أهداف، وكذلك له دفاع جيد استقبل أهداف قليلة. والغريب في الأمر أن هذا الفريق يمثل لاعبوه 16 بلدا، بحالة فريدة من نوعها بين فرق كرة قدم نتعرف عليها بالتفصيل. ولاحظوا تعدد جنسيات اللاعبين: الحارس أليكس ميريت إيطالي، جيوفاني دي لورينزو إيطالي كذلك وهما الوحيدان في التشكيلة الرسمية، أمير رحماني من كوسوفو مدافع، مين جاي كيم من كوريا الجنوبية، اللاعب بيوتر زيلينسكي من بولونيا، وماتياس أوليفييرا ميرامونتيس من الأوروغواي، أندري زامبو نغويسا من الكاميرون، ستانيسلاف أوبتيكا من سلوفاكيا، خفيشا كفاراتسيخيليا وهو نجم الفريق من جورجيا، النجم الثاني للفريق فيكتور أوسيمين من نيجيريا، هيرفين غلوزانو من المكسيك، إليف إلماس من مقدونيا الشمالية، ليو أوستيغارد من النرويج، تانغي ندومبيلي من فرنسا، جيوفاني سيميوني من الأرجنتين، وبالمناسبة هو ابن دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، خواخيسوس من البرازيل، وماريو روي من البرتغال. صراحة فريق العالم، يعني يضم عدة جنسيات. شكرا على المشاهدة، لا تبخلوا بدعم القناة بالاشتراك. إلى لقاء آخر بإذن الله.